الثالث يقول فأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة الكبرى صديقة هذه الأمة، وأولها إيمانا بالله وتصديقا بكتابه ومواساة لنبيه، وقد أوحى إليه صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب. هذا صحيح، هذا متفق عليه في الصحيحين. وفضل خديجة لا يخفى على أحد من أهل السنة فضل خديجة، وخلاف أهل السنة أيهما أفضل، خديجة أو عائشة فقط، يعني هذا الخلاف عند أهل السنة أيهما أفضل، لكن يرون لخديجة فضلا ولعائشة فضلا رضي الله عنهما، ولكن خلاف من أفضل منهما بس، لكن هؤلاء كافرة ومسلمة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما. فعندما يأتينا يقول جاء فضل خديجة، نعم خديجة على رؤوسنا، وجاء فضلها وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، هذا في الصحيحين ما عندنا مشكلة معه. نعم. ونص على تفضيلها فقال أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران، وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء العالم أربع، ثم ذكرهن وقال حسبك من نساء العالم مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون إلى غيره. ما عندنا مشكلة مع هذا أبدا، وهذا الحديث صحيح. نعم. قول النبي حسبك من نساء الدنيا أربع، ذكرهن خديجة وفاطمة ومريم وآسيا. نعم. وقال أيضا وفضل عائشة على النساء كفضل الثريدي على سائر الطعام، لكن لا يذكر هذه. حسن. نعم. إلى كثير من أمثال هذه النصوص، وهي من أصح الآثار النبوية وأثبتها على أنه لا يمكن القول بأن عائشة أفضل ممن عدا خديجة من أمهات المؤمنين، والسنن المأثورة والأخبار المسطورة تأبى تفضيلها عليهن كما لا يخفى على أولي الألباب.